الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، أوجد كل مخلوق وقضى عليه بالفناء، وهدى من شاء لما فيه رشدا، وعال من شاء ممن سبق عليه القدر والقضاء. أحمده سبحانه وهو الرب المحمود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير رسول أرسله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن آزره وبجله. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، واعلموا أن تقوى الله سبب لنيل السعادة في الدنيا والآخرة. عباد الله، قد استقبلتم عاما جديدا، فاسألوا الله أن يجعله عام خير وبركة، ويعلي فيه كلمته، وينصر فيه جنده المدافعين عن محارمه وحوزته، ويرزقهم الإخلاص في كل ما يقولون ويفعلون. عباد الله، إنكم في شهر المحرم، نهاكم الله فيه أن تظلموا أنفسكم، حرمه الله وعظمه، وجعل صيامه أفضل الصيام بعد صيام رمضان، وخص اليوم العاشر فيه بالتشريف والتفضيل. أنجى الله فيه نبيه موسى ومن آمن معه، وأهلك فيه عدوهم فرعون ومن أتبعه. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وعن علي رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عنده، فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمروني أن أصومه بعد رمضان؟ فقال: إن كنت صائما بعد رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب الله فيه على قوم، ويتوب الله فيه على قوم، وأما العاشر منه فهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومونه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه، وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وذلك أن موسى لما خرج من مصر ومعه من آمن به من بني إسرائيل، ليلة أتبعهم فرعون بغيا وعدوانا، يريد القضاء عليهم ويصدوهم عن دين الله، فلما راه القوم قالوا: يا موسى إن لمدركون. قال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. فالجاهم فرعون وجنوده إلى البحر، فوحى الله تعالى إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر، فضرب موسى البحر بعصاه، فتقطع 12 قطعة، وكان فيه 12 طريقا سهلا يابسا، لا وحلا ولا حزنا. فسلكه موسى ومن معه، فتبيه فرعون وجنوده. فلما أن نجا موسى ومن معه وتكامل فيه فرعون وجنوده، أمره الله فانطبق عليهم، فعاد بحرا متلاطم الأمواج في لمح البصر أو أدنى. فلما رأى عدو الله فرعون أنه غارق لا محالة، قال: آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقيل له: الآن لا ينفعك إيمانك، لأنك لم تؤمن إلا لما يقنت بالهلاك. هيهات، قد أغلق الباب وحيل بينك وبين الإيمان.
وصيام اليوم العاشر من هذا الشهر ورد في فضله أنه يكفر السنة التي قبله. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولما كان اليهود المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصومون هذا اليوم لهذا القصد الذي هو شكر الله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء خالف اليهود صوم يوما قبله أو يوما بعده. عباد الله، إن الله تعالى يحب من عباده إذا أنعم عليهم نعمة أن يشكروه عليها. وفي هذا الحديث دليل على أن دين الأنبياء واحد وهدفهم واحد وهو التوحيد في العبادة والقصد، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود يصومونه سألهم عن ذلك فقالوا صامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فصام صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه اتباعا لموسى وشكرا لله تعالى على نعمته عليه ومن معه حيث نجاهم أهلك عدوهم. استمعوا لمتن من الآيات الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المعبود، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم المحمود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف مولود، صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الشهود. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبادروا إلى أداء مفترضاته، وعلموا أن الله أمرنا وأمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى عليه بملائكته المسبحة بقدسه وأيدها المؤمنون من برياته. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سبح من بيده الحصبة ونبع من بين أصابعه الماء. اللهم ارض عن أشرف خلفائه الراشدين وأفضل أمرائه المرشدين، وهو الإمام الشفيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق. اللهم ارض عن الإمام المعلم في الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. اللهم ارض عن سيد الأختان أمير المؤمنين عثمان بن عفان. اللهم ارض عن مظهر العجائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعن الستة البررة الذين هم تمام العشرة،
وعن أفضل من بايع نبيك تحت الشجرة، وعن عمي نبيك حمزة والعباس والإمامين الشريفين الحسن والحسين، وعن سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء، وعن بقية أصحاب رسولك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أجرنا من النار، وأجر والدينا وأساتذتنا من النار يا خير مستجار، واجعلنا من أهل جنتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أعز أهل السنة والجماعة، وأذل أهل البدعة والضلالة. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما تحب وترضاه، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وزلزل أقدامهم وقلل عددهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.